في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب. من بالباب؟ محبوب وبجسمي صوف، شكل به يبدو مألوف، وهنا بالمزرعة أطوف. أهلا بك أهلا يا خروف، أهلا يا أغلى الأحباب، هيا أسمع مأمأتك وسنفتح في الحال الباب. مياو مياو. هذا ليس بصوت خروف، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. جئت أحييكم، أشهى ألبان أعطيكم، بالطاقة دوما تغنيكم. أهلا أهلا يا بقرة، أهلا يا أغلى الأحباب، هيا نسمع صوت خوارك وسنفتح في الحال الباب. كاك 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 كاك. هذا ليس بصوت البقرة، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. يا ويلي. لكني أليفة، في قفزي حركاتي خفيفة، وأنا مع الإنسان لطيفة. أهلا أهلا يا قطة، أهلا يا أغلى الأحباب، هيا نسمع صوت موائك وسنفتح في الحال الباب. بابا. هذا ليس بصوت القطة، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن لا أبدا لا أغراب. تتبعني صيصاني، دوما أغمرهم بحناني، في الخم لنا عيش هاني. أهلا أهلا يا دجاجة، أهلا يا أغلى الأحباب، هيا نسمع صوت نقيقك وسنفتح في الحال الباب. مو مو. هذا ليس بصوت دجاجة، اذهب اذهب يا كذاب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. أنا قدوتكم في الوفاء، أحرسكم من الأعداء، افتحوا صاحبكم قد جاء. أهلا أهلا يا ثعلب، أهلا أهلا يا كذاب، لن تفلت هذه المرة وستأخذ أقصى العقاب.